لسنا مثاليين، المثالية مش موجودة فينا كلنا، احنا بشر، ولكن نجتهد ونقتدي بالنبي الكريم بقدر ما استطعنا. اللي بيغلط بيصلح وبيعترف بغلطه وبيرجع، بنسامح بنعفو. يعني انا اتعجب حتى من كلام سيدنا النبي سيدتنا عائشة، ما راحش قال لها يعني اذا انت عملت كده وانت كفرة وانت 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 لوثت سمعتي مش عارف ايه، ده بقول لها باسلوب حتى فيه نوع من الرقة والحب، لا ان كنت فعلت هذا فاستغفري ربك، يعني انا بقول لكش حاجة عشانك، شوف الاسلوب الراقي، ولا اذا كنت عملت كده استغفر رب، خلاص ربنا هيغفر لك، ما عملتيش ربنا هيبرئك. فسكتت، نزلت البراءة من السماء. بالمناسبة دي بقى النهاردة يحصل ايه بقى لو الموقف ده تكرر مع حد؟ للأسف اقرب حاجة هيروح يتهموها ويروح انت شفت حضرتك في الصعيد او في بعض البلدان، لا اقرب حاجة هيقتلها قبل ما يتأكد اذا كان الكلام صحيح ولا لا. لسه احكي لك اهو حضرتك، لسه احكي لك بيحصل ايه بقى في الصعيد. انا اصلي خبير في المركز الدولي للشؤون السكانية، فبنعرف القصص دي كويس. المرأة احيانا او البنت احيانا بيتأخر الحيض عندها لسبب او لاخر، ولما يتأخر بتقوم بطنها تكبر شوية. ظنوا في بعض قرى الصعيد لما شافوا بنت كده قالوا انها حامل، تحلف لهم على المصحف. وده الجهل بقى. ايوه بالضبط كده، الجهل وكمان وعدم التعاون مع الموضوع بالاسلوب النبوي الكريم بقى، وعدم الثقه طبعا. فيسير يا اخواننا والله ما حد لمست، ما فيش فايده، فقتلوها زي ما حضرتك اتفضلت كده. وبعد ما قتلوها بيشرحوا الجثه، اكتشفوا ان الحيض هو اللي ما يعني محبوس فيها ما خرجش. ففي ناس بالفعل ما عندهاش صبر في هذا الموضوع. خليني بقى اقول لك على حته حلوه قوي نتعلمها برضو. اتفضل. ستين حفصة، انت عارفة ستين حفصة كانت بتنافس ستين عائشة. أيوة. في ايه؟ هذه بنت عمر وهذه بنت ابو بكر. ففي تنافس ما بينهم لطيف يعني، وكان في ود فيما بينهم. ستين حفصة بتقول لها ماذا قلت يا عائشة عندما رماك الناس بالإفك حتى تنزل براءتك من السماء؟ ايه اللي انت قلتيه عشان ربنا نزل براءتك من السماء في قرآن يتلى؟ قالت والله يا حفصة ما زدت على قولي، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تيجي نقولها، ما تيجي نتعلمها. انا كنت لسه هسال حضرتك لما قلت ان هي يعني قعدت وما قالتش غير حسبي الله ونعم الوكيل، كنت عايزه اعرف المعنى هنا او الله. كان مقصود بيها ايه؟ الله. عشان احنا واخدين حسبي الله ونعم الوكيل ان احنا بندعي على فلان. مظبوط. شوف يا استاذه، عارفه لما تيجي في موقف ما من المواقف، زمان احنا صغيرين احنا بنلعب، يجي حد يضربك تقول انا افهمه فلان، انا فلان ده هيحوش عني مثلا، يعني كأنك بتقولي يا رب أنا مش عايز غيرك، خلاص حسبي الله ونعم الوكيل، أنت وكيلي. ما هم يقولك وكيلك مين؟ هيحوش عنك مين؟ هيدفع عنك مين؟ هيتحمى عنك مين؟ اللي هيدفع عنك مين؟ أنا ما عنديش حد، أنا اللي عندي أنت بس يا رب. ما ده أبويا مش عارف يتكلم، ودي أمي مش عارفة تتكلم، وده جوزي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف وبيتكلم معايا أن أنا ممكن أكون عملت كده. فطلعت من قلبها بصدق وهي الصادقة الصديقة، حسبي الله انا يا رب ما عنديش غيرك. خلاص اللي ما عندوش غير ربنا ليثق تمام، بس يكون بصادق صحيح من قلبه. عارفه يوم ما تقولي حسبي الله ونعم الوكيل وانت حاطه في بالك ما انت اخوك المحامي فلان والمستشار علان والدكتور مش عارف مين يعرفك وفلان هيعرفك، روح لهم بقى. مش نافعه. انما لما اقولها والله الصبح النهارده الساعه تقريبا 9 كده ل 10 اول تليفون جالي الصبح النهارده، بنت مسكينه يا رب يكون معاها، اللهم امين يا رب. اتصلت بيا من شقتها اللي جوزها شال فيها كل حاجه للاسف وسابها ومشي وخد العفش وكل حاجه. فالبنت بتقول هو عارف ان انا عشان ابويا ميت ماليش حد، حسبي الله ونعم الوكيل. انا سمعت الكلمه في ودني كاني يعني حقيقي، ان شاء الله ربنا هينصرها. لما الناس فعلا تنخلع من حولها وقوتها وتبقى في قلبها بس الله، وانا مش مستني اب ولا اخ ولا عم ولا دكتور فلان ولا علان ولا المستشار فلان ولا العلان ولا الوزير ولا البتاع اللي هينصرني، وفي قلبي بس ربنا، والله لا ينزل النصر في الحال. صحيح. مش حتى هيستنى. صحيح. وده اللي حصل مع ستنا عائشه. ما هو انا اذكر إن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها كده ابوها قاعد، قالت له ما تجاوبي يا ابويا ما تكلمش، جاوبي يا امي ما تكلمتش. طب هقول ايه؟ فده النبي وادى ابويا وادى امي، طب مين تاني عندي؟ ما عندهاش حد. فقالتها حسبي الله ونعم الوكيل. قالت لها حفصة فانقلبت بنعمة من الله وفضل لم يمسسك سوء. بالمناسبة حسبي ونعم الوكيل دي قالها سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار، وكانت النتيجة حضرتك إن ربنا قال للنار إيه؟ كوني بردا وسلام على إبراهيم. وقالها سيدنا النبي وأصحابه الكرام يوم من هزموا في أحد والمشركون مشوا شوية، وبعدين قال لك لا احنا هنرجع نخلص عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجروح وأصحاب مجروحين و70 منهم استشهدوا وراجعين تاني ابو سفيان والمعاش نخلصوا عليهم.
ماذا قال النبي الكريم عندما عرف هذا هو الصحابة؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت النتيجة أن ربنا ألقى في قلب أبي سفيان الرعب وساب الدقيق واللي كان معاه والزيوت والكلام ده كله ومشهم الصحابة خدوا روحهم. فشوف حتى الآية بتقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة، مش بس انقلبوا رجعوا خلاص، ده رجعوا كمان محملين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ببشر كل حد بيسمعنا دلوقتي وبقول له لو قلت حسبي الله ونعم الوكيل وأنت مظلوم وليس في ذهنك وفي قلبك غير الله سبحانه وتعالى ناصر، أقسم بالله لا ينصرنك الله، وأنا بأقسم هنا ثقة في الله سبحانه وتعالى حسن ظن به، إنه قال لنا كده. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.